السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام من حديقة البدع، حيث فعاليات معرض إكسبو الدوحة للبث سنة 2023 متواصلة، ونحن في مواكبة يومية ومباشرة من قناة الريان لكل ما يحدث هنا، خاصة مع دخول فعاليات اليوم الوطني للدولة إلى أجواء المعرض. يا جاسر مساك الله بالخير. يا مرحبا ومسهلا، مساك الله بالنور أخوي سلطان. حياكم الله مشاهدينا في حلقة إجازة نهاية الأسبوع مع أجواء مميزة من حديقة البدع، ولكن أيضا سنكون معكم من أماكن أخرى متنوعة لننقل لكم أبرز الأنشطة والفعاليات التي تحصل في مختلف مناطق الدولة. نعم يا جاسر، قبل أن نبتدي بأول خبر، مشاهدينا الكرام اللي بيجي الحديقة يشتي، ترى الجو برا بارد يا جماعة الخير. أنا ما توقعت أن الجو بيكون كذا. نعم صح. هواء وبرد، فاللي بيجي مع عياله يجي ويشتي علشان يقدر يستمتع بالفعاليات الموجودة هنا، ولا يعني حد يتعب أو يبرد أو يمرض ويصيد الإسكام وهو في هذه الإجازة. مشاهدينا الكرام، وفي البداية يشهد قطاع العمل الإنساني والخيري بدولة قطر نموا وتطورا ملحوظا، خاصة خلال العقدين الأخيرين، ليشكل إحدى المسارات التي أرست خلالها الدولة نهجا جديدا في النهوض بالمجتمعات والدول المحتاجة، نهجا في الريادة والدعم لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار عالميا. تقدم المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية من خلال علاقتها البالغة الانسجام بحكومة بلادها نموذجاً للشكل التكاملي الذي تكون عليه الحالة بالنسبة للعمل الخيري في المجتمعات، ليؤدي بذلك أغراضه السامية في خدمة مصالح الوطن والمواطنين داخل المجتمع، ورسم الصورة المشرقة للدولة من خلال المشاريع الخيرية والتنموية العابرة للحدود. العمل الخيري في قطر يعتبر الركيزة الأساسية للمبادئ الإنسانية التي توارثها القطريون عن الآباء والأجداد، والنابعة من التقاليد والأعراف العريقة المستمدة من القيم الإسلامية السمحاء. وتقوم المؤسسات والجمعيات الخيرية بأدوار أثمرت إنجازات تنموية وخيرية في قطر ومختلف دول العالم، فقد وصلت جهود المؤسسات القطرية الخيرية إلى أكثر من 67 دولة، واستفادت منها أكثر من 260 جمعية حول العالم خلال الأعوام الماضية. ومكنت حالة الانسجام بين المؤسسات الخيرية القطرية وحكومة دولة قطر من توسيع نشاطاتها ومبادراتها في ظل الحروب والكوارث الطبيعية والإنسانية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في منطقتنا والعالم. وتتبنى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في الدولة نهجاً تشاركياً يضمن إسهام جميع أصحاب المؤسسات الخيرية في إعداد أول استراتيجية للقطاع الخيري بشقيه التنموي والإنساني، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع منظمات العمل الخيري ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والجهات العلمية والبحثية. وقد خرجت هذه الاستراتيجية باعتبارها خطة عمل قطاعية مستقلة تتآزر وتتكامل مع باقي الاستراتيجيات الوطنية بهدف تحقيق تنمية وطنية شاملة، سعياً للوصول إلى رؤية مشتركة تتمثل في قطاع خيري مهني ومستقل يمثل رافداً مهماً من روافد التنمية الوطنية وركيزة متينة داعمة للمكانة الدولية لدولة قطر. وبذلك يعتبر العمل الخيري في قطر قطاعاً مهنياً مرناً يقدم أفضل الخدمات للمستفيدين داخل وخارج قطر، انسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وأولويات الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، من خلال خدمة المجتمع في قطر وتعزيز تماسكه وتنمية قيمه التضامنية، إضافة إلى الإسهام في تنفيذ مبادرات إنمائية وإنسانية مستدامة، بما يعكس روح التضامن المجتمعي القطري ويعزز الدور الإقليمي والدولي لدولة قطر والانخراط في جهود تعزيز السلام والوئام والتضامن الدولي ودعم ومناصرة قضايا المحتاجين عبر العالم. Thank you.
نعم مشاهدينا الكرام، وننتقل وإياكم الآن اللي نشاهد في هذا التقرير أهمية الطبيعة في الصحة النفسية للإنسان، لنتابع. منذ القدم تعايش الإنسان مع الطبيعة وتفاعل معها بسلام، فأثرت فيه وأمدته بكل ما يحتاج إليه للحياة. ومع التطور والتحضر ظلت الطبيعة تمثل مهرباً يلجأ إليه الناس من صخب حياتهم اليومية، فيعيدهم إلى الراحة والهدوء النفسي. وفي قطر تعايش الإنسان مع بيئته بشكل إيجابي، فكانت العلاقة مع البحر والصحراء علاقة تآلف وتفاعل وعطاء، فتعلم أهل قطر احترام البيئة ورعايتها باعتبارها موطن الحياة ومورد الدخل ومصدر الإلهام. ومع النهضة الحديثة حرصت الدولة على إقامة الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ المجهزة لإتاحة الفرصة للسكان للتواصل مع الطبيعة والاستفادة من مزايا التفاعل المباشر مع البيئة في تحسين الحالة الصحية والبدنية للفرد والمجتمع. وتشير العديد من الدراسات إلى أن التعرض المباشر للبيئة الطبيعية يمنح الإنسان الاتزان النفسي وراحة الدماغ وأعضاء الجسم. وأظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية أن القرب من الطبيعة مثل الحدائق والشواطئ الرملية وموج البحر يحسن من أداء الدماغ، ما ينعكس إيجابياً على الراحة ونوعية النوم. ومن جهة أخرى أشارت دراسة بريطانية أجراها باحثون من جامعة إسكس إلى أن قضاء 10 دقائق في التمارين الرياضية في الطبيعة كالحدائق العامة يمكن أن يعزز الصحة العقلية. وأجرى الباحثون البريطانيون تجارب على 2250 شخصاً ووجدوا تحسناً سريعاً في حالتهم النفسية وأداء الدماغ. ومع ما تقدمه البيئة الطبيعية للإنسان من مزايا وفوائد عديدة، تبقى على الأفراد في المجتمع مسؤولية أساسية في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ليس فقط للجيل الحالي لكن أيضاً من أجل الأجيال اللاحقة. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل ونتابع من بعد فقرات برنامجنا، لا تروحوا بعيد.
يا مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا بعد هذا الفاصل لنكمل ما تبقى من حلقة الليلة. وأعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الممثلة ببرنامجها قطر الذكية تسمو إطلاق منصة ترشيد الذكية لشحن المركبات الكهربائية. يا سلطان. نعم يا جاسر، وللحديث أكثر عن هذه المنصة والتغلب على التحديات التي تواجه أصحاب السيارات الكهربائية، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو المهندس راشد حسين الرحيمي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء. يا هلا ومرحبا فيك أخوي راشد. يا هلا مرحبا، شاكرين لكم الاستضافة طبعا. نعم راشد، في البداية حدثنا عن منصة ترشيد الذكية لشحن المركبات الكهربائية وأهميتها. طبعا المنصة هذه بدينا عليها يعني بالتعاون بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة. نعم. وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طبعا عندهم منصة ذكية، منصة قطر تسمو. المنصة هذه معنية بالأشياء الديجيتال والشغلات هذه، فاحنا بدينا معاهم المشروع تقريبا من بداية السنة. كانت مرسي على الشركة وحابين احنا نسوي تطبيق لأصحاب السيارات الكهربائية. طبعا ليش؟ بناء على حاجة موجودة في المجتمع ان تسهل عليهم العملية الشحن عن طريق تطبيقات ذكية، بما ان احنا التكنولوجيا موجودة فليش ما نوظفها بطريقة ان تسهل عملية الشحن لأصحاب السيارات والمركبات الكهربائية. نعم، لو تشرح لنا تطبيقات ذكية، ما هو المقصود بهذه التطبيقات يعني؟ طيب، هي منصة ذكية احنا مسوينها. المنصة عندنا في كهرماء يتم التحكم فيها، غرفة عملية ومراقبة في كهرماء تحكم في جميع العمليات الشحن والتشغيل، وفيه معاه مرتبط معه تطبيق. التطبيق هذا لاستخدام أصحاب السيارات الكهربائية. تطبيق طبعا جدا سهل استخدامه، مسوينه بطريقة بحيث أنه مجرد ما أن صاحب السيارة وده يشحن، مجرد ما يسوي البلاج إن يتم عملية التحكم والرصد وأيضا الاستشعارات اللي تجي له أيضا كلها عن طريق التطبيق. مثلا إيقاف الشحن، بدء الشحن، إيقاف الشحن، الوقت المتبقي، حتى ممكن من خلال يختار جميل نسبة الشحن اللي هو يبي يشحن فيها السيارة. بحيث إنه ما يوقف السيارة، ممكن يروح المول، أقرب مجمع تسوق قريب منه، ممكن يوضح له البرنامج هذا مثلا أو المنصة هذه توضح له أقرب أماكن شحن كهربائي مثلا. بالضبط. أول ما يدخل على التطبيق، طبعا إحنا مسوين على أساس إن في مناطق موجودة على حسب مناطق جغرافية دولة قطر موزعة الشواحن، في مناطق في الدوحة، في مناطق في الشمال، في مناطق في الجنوب، في مناطق في الغرب. طبعا هو مجرد ما أقرب نقطة له يبي يشوف وين ممكن يشحن، يروح يختار المنطقة هذه. طبعا يطلع له نوع الشاحن، أنواع الشحن طبعا الموجودة كلها عندنا في كهرباء الحمد لله، ركبنا كلها جميع أنواع سريعة الشحن ما شاء الله، اللي هي تبدأ من 50 كيلوات إلى 150 كيلوات ما شاء الله. طبعا الأنواع هذه جدا جودتها عالية وتشحن لك السيارة في خلال فترة بسيطة ما تعدى ثلث ساعة تقريبا إلى نسبة 90%. نعم زين راشد، أنت ذكرت أن تشحن جميع السيارات، هل أنا كشخص أنا ما عندي يعني معلومات كافية عن السيارات الكهربائية، لكن عرفنا ان العالم قاعد يتجه للطاقه النظيفه وايضا للسيارات الكهربائيه، الفيشه كلهم نفس الشيء، البي ام والاودي والبورش والتسلا هذول كلهم نفس الفيشه ولا تختلف فيشهم؟ طيب، بدايه ما بدات التكنولوجيا هذه في السيارات الكهربائيه وبدات تتواجد في الاسواق العالميه، طبعا كل خلينا نقول سوق كان يعطي التايب الخاص فيه، يعني نوع الشحن او الشكل الخاص معينة فيه، يعني مواصفات اسيا غير عن مواصفات الاوروبيه، غير عن مواصفات الامريكيه، غير عن مواصفات تقدر تقول اللي في الشرق الاوسط. لكن الحين حاليا الفتره الاخيره صار في توحيد في عمليه البلاج اللي موجود، فصارت يونيفرسال عالمي. هذه اللي احنا طبعا موجوده في دوله قطر. اول ما بدينا طبعا الشواحن كانت فيها نوع شديمو، في نوع سي سي 2، وفي انواع اخرى ايضا، لكن احنا نوع سي 2 هو اللي تقريبا اللي موجود على جميع دول العالم، حتى الدول الاسيويه ايضا، وايضا يعني الصين وغير الدول هذه كلها قامت تصنع ايضا الشواحن اللي هي تجيك يونيفرسال. طبعا الشواحن اللي عندنا احنا كلها شواحن عالميه وجودتها جدا عاليه. الحمد لله من يوم ما بدينا تركيب هذه الشواحن في دولة قطر، بدينا في فترة كأس العالم ركبنا 100 شاحن كهربائي، الحمد لله ما وصلتنا ولا عطال ولا في شاحن صار له ترب الحمد لله في ذاك الوقت. يعني ممكن الشواحن اللي بدينا كنا نركبها في بداية الأيام كانت فيها بعض الأعطال البسيطة، لكن الحمد لله عندنا غرفة تحكم مراقبة، المهندسين موجودين والمهندسين والفنيين أيضا موجودين، مجرد ما الشاحن يصير له ترب. وهذا اللي فعلا فادنا في سالفة المنصة. المنصة طبعا هي منصة ذكية، مجرد ما أن أي سيارة ترب أي في أي شاحن موجود في أي موقع
يتم اشعارنا مباشره. نعم. يظهر لنا ان هذا رد خلاص طلع الخدمه، فاحنا نقوم بعمليه تحرك مباشره الى الموقع ونقوم بعمليه الصيانه للجهاز. ما شاء الله تبارك الله، يعني خدمات وافره سهوله في استخدام هذه المنصه. احنا راح ندخل ان شاء الله في هذه التفاصيل اكثر، ولكن بعد ما ننتقل مع المشاهدين الى المنطقه الدوليه حيث تتواجد نديبه قناه الريان حنان بلان. حنان الكلمه عندك، تفضلي. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعين قناة ريان، حياكم الله ويانا في مهرجان أو معرض إكسبو الدوحة 2023. مشاهدينا أنا وياكم من المنطقة الدولية بالتحديد من الجناح الفلسطيني، عسى ربي يفرجها عليهم يا رب العالمين. مشاهدينا أكيد راح نتعرف عن عاداتهم وتقاليدهم في هذا الجناح. معي ضيفي اللي راح يعرفنا عن الجهة، تفضل وياي. يعطيك العافية، عرفنا عنك. معكم محمد خليل من الجناح الفلسطيني، موظف الجناح الفلسطيني. احنا في الجناح الفلسطيني الجناح اقتصر على اكثر من قسم، في زراعه، في منتجات عرض وبيع، وفي يعني عن الاكل، منتجات اغذيه. بس احنا حاولنا ان نوصل الصوره للعالم عن وضع فلسطين اكثر من الزراعه، وفي نفس الوقت يعني عارضين اشياء عن الزراعه، مثلا عارضين فيديو قصير عن الزراعه، نوضح للناس في وين تتم المناطق الزراعيه، وين تكون المناطق الزراعيه، وين تتم الزراعه، المناخ كيف يتنوع فلسطين، التربه كيف تتنوع فلسطين، الاشجار، انواع الزراعات، وعرضين طبعا الثقافه الفلسطينيه بانواعها، من ملابس، من منسوجات، من اشياء اثريه، اشياء موجوده في كل بيت فلسطيني. حلو. يعني مع العادات والتقاليد بعد قاعد تعرضون لهم بعد ثقافات دولة فلسطين. هذا من أهم الأشياء، يعني هذه فرصة ما تتكرر، ولازم نستغلها صح، نوصل للناس صورة عن الثقافة الفلسطينية وصورة عن البيت الفلسطيني. الحين الكاميرا يوم كانت موجهة على القاعدة الأرضية اللي احنا مثل ما قاعدين نشوف، شنو تسمونها عندكم؟ هي ما في لها اسم معين، ما في لها اسم معين، بس هي الفكرة في ان البساطة في البيت الفلسطيني، كيف القعدات كانت وكيف لا زالت يعني بسيطة، شكل الأواني، شكل الاكسسوارات البيت والمطبخ، يعني الفكرة في البساطة مش في القعدة نفسها. كل ما كان شيء بسيط كل ما كان أحلى وأرقى طبعا. الملابس إذا نركز عليهم شوي، يعني في التراث الفلسطيني في أكثر من مسمى أو أكثر من ديزاين؟ هي نفس المسمى بس هو الديزاين، أنت كنت يا صح، هو الديزاين اللي يختلف. كل مدينة لها تصميم معين، يعني مثلا الأخ قاعد صوره هذا بيعتبر غزة والخليل، هي كل ما كانت المناطق مقربة أكثر كل ما كان التصميم متشابه، وكل منطقة تتميز يعني تصميم، والمميز يعني بوجه الخصوص في هذه الأثواب إنها شغل يدوي، تأخذ فترة شوي يعني من شهر لشهرين. أخي محمد، شلون شفت التفاعل وياك بما أنه يعني ما بقى شيء على الإكسبو من بداية إكسبو لين اليوم يوم الجمعة، شلون شفت التفاعل؟ صراحة من بداية الإكسبو يعني خصوصا من بعد ما بدأت الأحداث في فلسطين، جاتنا زيارات أكثر مما كنا نتوقع بكثير، يعني إحنا يعني الحمد لله الأعداد الزيارات عندنا تنافس أجنحة ثانية أضخم من جناحنا، والحمد لله يعني بالألاف يجينا زوار، وإحنا يعني شاكرين أي شخص يزورنا، وحياكم الله يعني حيا الله الجميع. في بعد الأكلات الشعبية اللي عندكم، الحلويات؟ إحنا قسمين، في قسم هنا اللي هو عارضين في المطرزات والأشياء التراثية والتقليدية، وهناك في الأغذية، زعتر، أعشاب، بهارات، زيتون، زيت، كل شيء موجود، وجميعها يعني أكلات فلسطينية وأشياء فلسطينية. حتى شايك نروح مع بعض محمد نشوف هناك، ناخذ جولة ونعطيهم بعد فكرة عن أرض فلسطين من ناحية نقول النباتات مثل ما قلت، حتى الزيتون، زيت الزيتون بسم الله، يعني هاي أكثر شيء ينشهر عندكم في فلسطين. هذا كان من أهم الأشياء اللي نوفره، زيت الزيتون، لأن الناس كانت تطلبه بكثرة، وأكثر شيء الناس تسأل عنه خصوصا أنه مش متوفر هنا، أعشاب يعني الجودة. وما شاء الله أصلا من تدخل المكان ريحة المرمية والكركديه والنعناع، توصلنا من الريحة يعني على المكان. أوكي، نشوف هنا عندنا المرمية مثل ما قلت، ما شاء الله ريحة المرمية عاد معروفة. المرمية احنا نستخدمها بكثرة في الشاي، وفي البعض يستخدمها بس مع الماء الحار اللي هي تعتبر يعني دواء للبطن، مهدئ للبطن. وفي الكركديه، في الاعشاب بانواعها طبعا، نتميز اهم شيء الزعتر طبعا، يعني لا يخلى مكان من الزعتر، مكان فيه فلسطيني من الزعتر.
والناس المخلل وخيار المخلل كل انواعها يعني كل شيء متوفر. شنو اكثر شيء يعني يتميز هنا في نقول هذا البوت؟ هو الزيتون والزعتر والزيت طبعا، يعني ما شاء الله على طول عليهم طلب. والبست سلر عندكم؟ اي. وهناك انواع الشاي اتوقع بعد سحلب، في مشروبات بانواعها اللي هي المشروبات الشتاء الدافئه، خصوصا مشروب السحلب هو يعني احنا متميزين فيه في الشتاء. هذه يعني الأشياء الموجودة. الأبيض اللي أنا قاعدة أشوفه جميل. إيه هذا جميل، بس اللي يكون مجفف يحتاج تحضير زيادة، يعني ينضاف عليه أشياء ويتحضر. نفس اللي عندنا اللي هو يقط ولا؟ والله مش عارف أنا عن اللقط، بس الجميل يعني اللي هو يستخدم لبن. لبن يستخدم مع أكلة المنسف على وجه الخصوص يعني. أنتوا بعد عندكم في فلسطين نفس الأردن تقريبا، بس إحنا أكلاتنا الأساسية المسخن، القدرة، القدرة هي تكون رز يسوونها فخار، المسخن، الفلافل برضو مشهور عندنا، أكلات كثيرة المقلوبة، فنتميز في أكلات كثيرة إحنا في فلسطين. هذه المعلومات المفيدة، وأتمنى بعد المشاهدين استفادوا في هذه المعلومات الجميلة، وعسى رب يفرج إن شاء الله يرب على فلسطين يا رب العالمين آمين. مشاهدينا تقدرون تزورون البوث أكيد الجناح الفلسطيني، تأخذون معلومات مثل ما قال لكم أخوي محمد، في أشياء للبيع، الزعتر الفلسطيني، عندنا زيت الزيتون، وعن أنواع كثيرة في الجناح الفلسطيني. مشاهدينا هذا كل اللي كان عندي، خلونا الحين نرجع لكم من الاستديو. شكرا جزيلا للزميلة حنان على هذه التغطية من المنطقة الدولية وبالأخص الجناح الفلسطيني. ونعود الآن إلى الاستوديو لضيفنا الكريم المهندس راشد حسين الرحيمي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء. يا مرحبا والله مسألة مرة ثانية. يا أهلا مرحبا، حياك الله. طبعا نرجع لمحور حديثنا، ما شاء الله يعني احنا عقبنا على أكثر من نقطة، وخاصة المنصة حاولنا أن احنا نشرح كيفية استخدام هاش الأمور اللي توفرها هذه المنصة. ودنا نعرف يعني بالنسبة للتحديات اللي ممكن أصحاب السيارات الكهربائية حاليا يواجهونها، وأنتوا قاعدين مثلا يعني تعملون على حل هذه المشكلات. من أكثر التحديات اللي كانت تواجه أصحاب السيارات الكهربائية، طبعا احنا في من فترة نجتمع معاهم، يعني عندنا المهندسين أو اللي عندهم أصحاب السيارات الكهربائية أظن في كهرباء يجتمعون مع أصحاب السيارات ونشوف التحديات اللي عندهم. أكثر التحديات أنه ما كان في عدد شواحن كبيرة في دولة قطر موزعة على المناطق الجغرافية، وهذا اللي قمنا فيه تقريبا من سنتين بدينا عليه، يعني تقريبا في فترة 2022 خاطر كانت فترة الاستضافة، قدرنا الحمد لله نركب 100 شاحن كهربائي موزع على دولة قطر. طبعا شاحن واحد ممكن يشحن لك سيارتين نفس الوقت، يعني ما شاء الله. فأنت تتكلم عن 200 سيارة نفس الوقت تقدر تشحن فيهم. هذول موزعين على دولة قطر، أكثر مناطق الدوحة طبعا موجود تقريبا فيها شواحن. تقريبا كم عدد الشواحن الموجودة حاليا؟ حاليا الحمد لله في 2023 عندنا 200 شاحن كهربائي، تضاعف العدد الحمد لله. اشوف انا الشاحن والسيارتين تكون نفس المواقف، يعني اكون صريح معك سلطان. نعم. ترى ما اشوف الا اللي في مشيرب. لا لا، في دوحه فيستيفال والحين اشوفهم يسوون في اللولا الامانه. صحيح، ما شفت الا اللي في مشيرب بس. لا لا، موجودين ما شاء الله. لا موجودين، لا موجودين حتى. نعم. في المولات يعني عندك دوحه فيستيفال مركبين تقريبا اكثر من 22. نعم. شاحن في قطر مول، جميع المولات الحين. طبعا احنا عندنا خطه استراتيجيه يعني راسمينها من البدايه، وعارفين الاماكن اوريدي، محددين الاماكن اللي لازم نروح نحط فيها نقاط شحن، وهذه النقاط اللي اكثر اصحاب السيارات الكهربائيه ممكن يستخدمونها. يعني طبعا تدري انت الحافلات الحين وصلوا تقريبا نسبه 70% من الحافلات اللي هي عند مواصلات، وصلوا. نعم. 70%، وهم عندهم خطه ليوصلون 100. 70% كهربائيه؟ كهربائيه. نعم. نعم. قمتوا تشوفون الحين تقريبا على مناطق كرناش مناطق. نعم. الثاني صارت واضحه الحمد لله. طبعا هذه الخطه وضعتها الحمد لله الحكومه، يعني واحنا المنفذين لهذه الخطط. كهرباء عندها الشواحن الكهربائيه، وزاره المواصلات مع مواصلات عندهم الحافلات الكهربائيه. فبالنسبه لنا كهرباء ركبنا الحمد لله في سنه 2023 استكملنا عدد 200 شاحن كهربائي، وعندنا خطه لين 2025 نركب تقريبا 500 شاحن كهربائي، وعندك لين نهايه 2030 نستكمل 1000 شاحن كهربائي. طبعا احنا نتكلم عن الشواحن السريعه، دائما احنا مهتمين في الشواحن السريعه لان هذه اللي هي تفيد تقريبا الجمهور اكثر واصحاب السيارات الكهربائيه. عشان نحط الجمهور في الصوره مثلا، يعني لو شاحن منزلي كم راح ياخذ وقت شحن السياره؟ الشواحن المنزليه حاليا انت يوم تشتري السياره يجيك معها شاحن منزلي. طبعا شاحن بطيء يعني ياخذ اكثر تقريبا 15 ساعه، اما لو تتكلم عن في شواحن منزلي 15 ساعه في المنزل. في المنزل. نعم. طيب.
لان على الكهرباء العاديه البلاك العادي اللي هو 220 فولت، لكن انت بتتكلم عن الشواحن اللي شوي اسرع ممكن توفرها، يعني قيمتها جدا في متناول يعني خلينا نقول الجمهور، ممكن ركبها في البيت هذه لا تسرع له، تصير لك من 7 ساعات الى 10 ساعات في شواحن بعد اسرع 4 ساعات، في شواحن اسرع بعد شوي ساعتين. يعني نعم. في ابجريد بالنسبه للي في البيت. نعم. اذا تبيها تسرعها شوي. نعم. طبعا في البيوت هم اكثر شيء يركبون الاي سي لان نظام البيت اي سي، فيركبون لك اي سي، لكن احنا في كهرمان نظامنا كله دي سي. دي سي لان أوكي. السيارات اصلا فيها البطاريات هي نظام الدي سي، فتصير لك اسرع في عمليه الشحن. ايوه لان تستثني عمليه تحويله من اي سي بالضبط بالضبط. نعم. عن طريق الانفرتر يسهل لك كثير يعني يكون. نعم. زين راشد، احنا بنتكلم عن التعاون بينكم وبين وزاره المواصلات وتكنولوجيا المعلومات الذي اثمر عن هذه المنصه، نتكلم عن في هذا الجانب. الحمد لله طبعا تدري انت يعني ما شاء الله عليهم تسمو منصه قطره ذكيه من زمان بادين في موضوع الديجيتال على جميع المنصات بالتعاون مع كثير من الجهات، واحنا من الجهات اللي صراحه كانت عندنا تحديات، والحلو في الموضوع انه بين اللجان التنسيقيه كانت من كل فتره فتره عندنا اتحادات نعرض عليهم، هم من خلالها ممكن يسوونها سواء منصات رقميه او تطبيقات تسهل في خدمه الجمهور. بما ان كهرباء من الجهات اللي هي خدميه وتحب تسهل على الجمهور، كانت هذه من التطبيقات اللي انعرضت عليهم وشافوا فيها فعلا يعني ممكن ياخذونها نكست ستيب، انه بحيث انه يوجدون لنا حل عن طريق تطبيق ذكي او منصه ذكيه. ونفس ما ذكرت لك المنصه هذه لو باخذها كجانب، احنا في كهرباء عندنا غرفه التحكم والمراقبه، في عندنا شاشات موجوده، في عندنا فنيين ايضا يدامون على هذه الشاشات، يقومون بعمليه رصد الشواحن كلها الموجوده في دوله قطر. نعم. يبين لك نسبه الشحن، انت الحين لو تروح تشحن في نفس الوقت انا يبين لي تقريبا من اللي قاعد يشحن في الشاحن واذا هو كم مشغول، واذا الشاحن الثاني فاضي، فتجيني استفسارات مثل الشاحن انا قاعد اشحن صار له ترب، سبحان الله صار له ترب، انا بدري ان هذا الشاحن صار له ترب، فخلال اقل من 30 دقيقه احنا نتحرك حق الموقع ونقوم بعمليه الخلل راح يوصلك من خلال. نعم. هذا السيستم على مدار الساعه يعني، على مدار الساعه. نعم. عن طريق الكول سنتر اي حد يتصل على طول يتم تحويل حتى لو الويكند، وهذا تشوف حتى لو في الويكند. نعم. طبعا تدري خدمه الجمهور هذا فيها 24 ساعه ممكن واحد يشحن، فاحنا بالتالي لازم نقوم بخدمتهم بطريقه توفي خلينا نقول مطالبهم الحمد لله. لكن ابشرك بعد يعني وابشر الجمهور انه الحمد لله الشواحن كلها ركبناها ما شاء الله، نادر ما تصير فيه اعطال، نادر ما تصير فيه اعطال وترب. على النقطة هذه مهندس راشد، طبعا أهمية السيارات الكهربائية بالنسبة للاستدامة والحفاظ على البيئة أهمية كبيرة جدا، ولا بد من ذكرها وعدم تهميشها. لكن لما تجي في نفس هذه المواضيع، الأهمية هنا تصدر في نشرك للوعي تجاهها. فلو بغينا نتكلم مثلا على نبي نعرف كم عدد السيارات الكهربائية اللي موجودة الحين، وكم عدد الشواحن، هل هي تفي بالغرض بالنسبة لعدد السيارات الكهربائية الموجودة في الدولة ولا لا؟ أيضا نبي نعرف إذا تكلفة مثلا شحن السيارة الكهربائية حاليا بالنسبة لتكلفة شحن السيارة للبترول مثلا من ناحية التوفير، كذلك في أمور لازم نوضحها يعني للمشاهد لو تعطينا إياها. على طبعا من ناحية البيئية ومن ناحية كفاءة الطاقة، طبعا احنا مهتمين بهذا الموضوع، وهي من المواضيع اللي فعلا دولة قطر حطت لها أولويات. ولو تلاحظ حتى ايضا في رؤية قطر فيها ركيزة أساسية، ركيزة البيئة، وبالتالي هذا كله تنعكس على المشاريع اللي موجودة في الدولة والمبادرات، وهذه المبادرة احد المبادرات اللي تقوم فيها كهرباء بحيث ان تحافظ على البيئة وتقلل من نسبة الانبعاثات الكربونية. فلو ناخذ على سبيل المثال السياره الواحده مجرد ما تشحن في المره الواحده تقلل نسبه الانبعاثات 7 طن من نسبه الانبعاثات الكربونيه تقل، فلو تقارن هذه مع السياره التقليديه العاديه يعني طبعا، فتخيل انت عندك عدد سيارات تزيد في دول العالم او في قطر، فتخيل انت نسبه الانبعاثات هذه كيف تقلل فعلا وتحافظ بالتالي على البيئه بشكل كبير. فيما يخص طبعا الكفاءة الطاقة، السيارات هذه كلها فيها مواصفات عالية، احنا وضعناها بالتعاون مع مواصلات وقررنا على مستوى دولة قطر. طبعا هالمواصفات هذه السيارات تمج على دولة قطر بناء على هذه المواصفات، اللي تدري ساعات درجة حرارة حتى ترتفع في الصيف، لكن الحمد لله السيارات هذه كلها فيها نظام سيفتي بحيث نتبرد على البطاريات اذا كانت درجة حرارتها ارتفعت. فهذه بما فيها عملية المواصفات والمقاييس، الحمد لله احنا في كهرباء جدا مراعينها في ناحيه التطبيق. نعم مهندس راشد، احنا مستمرين بالحديث معك لكن بننتقل حق نديب قناه الريان. مشعل حسن متواجد معاكم في اللؤلؤه بالصوت والصوره. مشعل مساك الله بالخير، وقل لنا عن اجواء اللؤلؤه والاحتفالات اللي مسوينها اليوم الوطني.
أولا أمسي على زملائي بالاستديو وأمسي عليكم أيضا السادة المشاهدين، ونعم أعزائي المشاهدين اليوم إحنا متواجدين بقناة كارتيب باللؤلؤة حيث تقام هذه الفعاليات الرائعة بخصوص اليوم الوطني. إحنا موجودين الآن أمام خيمة من هذه الفعاليات اللي أيضا تقدم بعض الأشياء التراثية والشعبية حق الزوار، خاصة الزوار اللي قاعيوننا من دول مجلس التعاون، وأيضا توجد العرضة اللي هي يوم تكون موجودة ويوم مش موجودة. تبقى فقط 3 أيام، الناس صراحة قاعد تستمتع بأجواء اليوم الوطني، وخاصة نفس ما ذكرت ضيوفنا من دول مجلس التعاون، نفس ما تشوفون قاعد يسوون الخنفروش قدامكم، وأيضا يقدمون الشاي والقهوة حق جميع زوار هذه الخيمة. ولكن التفاصيل أوفى ونستمتع أكثر بهذه الجولة اللي موجودة هنا. سعدنا أن يكون معنا أحد ضيوفنا من دول مجلس التعاون، ونقول يا مرحبا ومسهلة، مساك الله بالخير يبه، يا هلا بك. حياك الله. تقدر تشرفني باسمك؟ ماجد عمر الربيعان. من وين؟ من السعودية. ونعم، أبيك تشرح لي اليوم عن الفعاليات اللي موجودة هنا وعن هذه الخيمة التراثية اللي أنت موجود فيها، وتقول لي شعورك. والله شعوري إحنا طالعين بلدنا وجايين بلدنا الثاني، وجايين نشارككم في الاحتفال باليوم الوطني إن شاء الله، وعندنا إجازة بعد يوم الأحد بالسعودية، فجايين في بلدنا الثاني الحمد لله. تدري إن في بورتو إيرابيا في عرض أيضا بتروح تشاهدها؟ والله إحنا مخططين نجي المكان هذا، وبنروح الكتارة. أي كتارة؟ هناك في احتفالات بتكون هناك بعد، احتفالات جميلة. جميل. والحمد لله يعني الأولاد مبسوطين بالمكان في فترة الإجازة هذه. جميل. والبلد ما شاء الله تبارك الله، يعني كل شيء جميل لقيناه في البلد يعني. ما شاء الله. هذا ولدك، شو اسمك يا بطل؟ مشاري. يا هلا مشاري. مشاري أول مرة تيجي قطر؟ أي أول مرة. أول مرة. شلون قطر عجبتك؟ اي والله كويس. وين مخطط تروح؟ والله ما انا مخطط راح جزيره اللؤلؤة اول شيء. راح اللؤلؤة، احنا موجودين حاليا باللؤلؤة. وكتارة اي، وبعد ايام كاس العالم ما جيتنا. لا ما جيت. انا جيت كاس العالم، هم جاء عرضت عليهم يجون معي وما جو يعني. راحت عليك ايام، لكن ان شاء الله عندك كاس اسيا بتكون موجود ان شاء الله. ان شاء الله. وكاس العالم في السعوديه بعد. ان شاء الله. لا خلاص، من المنتخب السعودي نخاف منه حاليا. وان شاء الله باذن الله سالفه الارجنتين بقوه باذن الله، وناخذ الكاس زي ما اخذتوه انتم ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. شكرا. ونعم اعزائي المشاهدين، الفعاليات ما زالت مستمره وما زال الحماس موجود، وقاعد نسمع ايضا في الباك جراوند اغاني حماسيه لها علاقه بقطر، لها علاقه بالوطن. وصراحه هذه الايام تحمل نوع من انواع الوطنيه، ديسمبر الشهر اللي يحبونه كل الخليج، لأن أغلب الدول الخليجية أو نصها يومها الوطني موجود بديسمبر. وحاليا هذا اللي كان عندي من هذا المكان، لين ما أروح مكان ثاني ننتقل لزملائي بالاستديو. شكرا جزيلا للزميل مشعل على هذه التغطية من اللؤلؤة، راجعي لك بإذن الله يا مشعل. نعود للاستوديو طبعا لنستكمل حديثنا مع المهندس راشد. مهندس راشد، يعني أنا سألتك قبل شوي بالنسبة، يعني في لازم نوضح النقاط هذه اللي هي بالنسبة لعدد السيارات الكهربائية المتواجدة في الدولة حاليا، وعدد الشواحن الكهربائية اللي انتم توفرونها، هل تفي بالغرض بالنسبة لعدد السيارات الموجودة؟ ما عندي العدد بالضبط حق السيارات الكهربائية، لكن تقريبا في فترة كأس العالم كان العدد أكثر من 500 سيارة كهربائية. ما شاء الله. بعضها لاستخدامات البطولة، بعضها لأصحاب السيارات الكهربائية، أكثر من 500 تقريبا، وصل 700 و800 سيارة. كان هذاك الوقت اللي شاحن، طبعا نفس ما قلت لك هي دل، يعني تقدر تشحن فيها سيارتين في نفس الوقت، كانت تكفي للشحن الكهربائي، خاصة ان اصحاب السيارات اصلا هم يشحنون في البيت. صحيح. فالشحن هذا تقريبا مكمل لهم، هو للضرورة يعني. بالضبط، للضرورة. فكانت تكفي العدد. احنا نفس ما قلت لك عندنا خطة بالتعاون مع مواصلات، ان في نهاية 2030 احنا بنركب 1000 شاحن، بالمقابل عدد السيارات الكهربائية راح تزيد، ايضا في وكالات للسيارات الكهربائية راح تفتح في دولة قطر، بالتالي في احتياج للشواحن الكهربائية، واحنا بالتعاون معهم من فترة فترة نراجع هذه الخطط ونشوف اذا فعلا في زيادة طلب للشواحن راح نزيد من قبل الكهرباء. طبعا انا ايضا ابي اسالك على التكلفة، يعني الاغلب يتوجه للسيارات الكهربائيه بالنسبه للتكلفه. ما عليه، قبل لا ندخل في التكلفه انا ابي اسال مهندس راشد، احنا متواجدين في انحاء الدوله كلها، يعني هل في الشمال القى لي حجز اللي اقصد شاحن اللي هو للتعبئه في الشمال؟ تدري الحين احنا شفنا في الدوحه
في عندنا عدة نقاط في الأماكن شوي الخارجية، هل هناك تم وضع محطات كهربائية؟ بالضبط، في محطات موجودة في مناطق الجنوب ومناطق الشمال ومناطق الغرب، أكثر شيء طبعاً نفس ما قلت لك مناطق الدوحة. نعم. لكن في موجود، والحين الخطة هذه اللي احنا راح نبدأها في 2024 راح تزيد نسبة الشواحن الكهربائية الأجهزة في المناطق الخارجية أكثر بعد بزياد. في طلب عليها صراحة من قبل أصحاب المركبات الكهربائية، يوم صارت التدشين في التطبيق كان في عندنا لقاء معهم، قالوا لنا احنا بحاجة لتركيب عدد شواحن في المناطق الخارجية خاصة ذكرية المناطق هذه. يمكن احنا ما حطينا في بعض المناطق، ليش؟ لأن قلت لك على حسب الخطة، يعني السيارة تزيد احنا نعم نزيد الشواحن، يعني لكن عليها. لكن نعم ان شاء الله في 2024 راح تشوفون عدد شواحن في المناطق الخارجية راح تزيد أكثر ان شاء الله. زين راشد، الحين هذه كم بتوفر علي ماديا؟ يعني على حسب كل بيت، عندك الكروزر، عندك شخصية وسيارة البيت. بالضبط، خلينا نقول لو أنت عبيت 100 ريال وقود، بالمقابل أنت قاعد لو بتعب، لو كان فيها رسوم هذه أو تعرف حق السيارات الكهربائية، أنت راح تعبي تقريبا مقارب أقل من 20 ريال. فأنت موفر تقريبا 80% من قيمة الوقود اللي كنت تعبيه في السابق. ما شاء الله. فتخيل انت عندك 5 سيارات في البيت، او العوائل كلها عندهم بعد سيارات، يعني او دوله قطر كلها، خلينا نقول خلاص تحولت من استخدام الوقود العادي الى الشحن الكهربائي، فكيف عمليه التوفير راح تكون على مستوى على مستوى الفرد، على مستوى القطاعات كلها. بس لو نقدر نوضح نقطه لمشاهدينا الكرام، يعني اللي عرفته ان السياره في الشتاء تمشيك أكثر من الصيف، بس لو نتكلم في هذه النقطة، إذا عندك خلفية عن السيارات الكهربائية، لأن الأغلب يتخوف يقول لا والله بتحترق علي، لا والله. نبي نوجههم أن هذا علم وتطور. أيضا هناك سيارات آمنة، هناك ضمان عليها، هناك ليس ما تسمع به أن هناك أن تحترق السيارة من البطارية. طيب في فترة الشتاء طبعا احنا عندنا، لأن الجو يكون بارد، وهذا يساعد على تبريد البطاريه اللي موجود في ما يزيد من الكفاءه. بالضبط، يزيد الكفاءه، فانت بالتالي ما تحتاج تبرد عليها اصلا. لكن في فتره الصيف نظام السياره فيها عمليه تبريد. نعم. فالطاقه الموجوده اصلا في البطاريات هي الطاقه اللي ايضا ترجع على سايكل كامل وتبرد البطاريات. هنا تروح تفقد، خلينا نقول جزء من الشحن اللي انت حطيته في السياره، تستخدم كهرباء للتبريد. بالضبط، للتبريد. بالضبط. نعم. فخلينا نقول انت تحتاج هنا تشحن السياره لفترات اطول. خلينا نقول قبل في السابق مثلا كنت تشحن كل 3 ايام او 4 ايام، الحين يمكن كل يومين تحتاج تشحن زياده. لكن هذا طبعا اذا بتقول لي عن المواصفات، الحمد لله احنا مواصفاتنا جدا عاليه ومرتفعه الحمد لله. لحد الان ما في اي اصابات، ما في اي حوادث وقعت، واحنا بالتعاون مع اداره المرور لو في اي شيء صار اكيد بيبلغونا، واحنا بنقوم بالتعاون معهم في هذا الجانب الحمد لله رب العالمين. كم قلت تشحن هنا في المحطات اللي عندكم؟ كم دقيقه؟ احنا المحطات اللي عندنا اقل من 20 دقيقه. اقل من 20، يعني ما يمديك تطرش مسج واتساب الا انت معبي حق مشوار اليوم. خليني اقول لك، انت ما راح تصل المحطه الا انت اصلا في السياره فيها 50% 40%، فاذا انت بتتكلم على 40% او 50% الباقيه، انت تتكلم عن 10 دقائق او 8 دقائق. هذه فعلا احنا على حسب استخدام، لاننا الحمد لله في كهرباء عندنا 50 سياره كهربائيه يتم استخدامها من قبل الموظفين المفتشين المهندسين. نعم. من خلال الخبره اللي وصلت من عندهم ان هم فعلا يشحنونها ما تاخذ اكثر من 10 دقائق في المره الواحده، لان اوريدي يكون في شحن 50. لا ننسى، هو يشحن بس الفتره المتبقيه للضروره فقط. لا ننسى انه يعني ممكن يشحن في البيت اصلا قبل ما يطلع. بالضبط. ولكن يمر هذه المحطه مثلا يشحن 20% 30% توصله للبيت، بس لين يشحن. من خلال عمليات الرصد عندنا في المحطات، الاوقات اللي يشحنون فيها اغلبهم يشحنون فتره المساء، لفتره اللي هو خلينا نقول الواحد ما يستخدم فيها السياره، فيقوم بعمليه شحنها، فيقوم صحيح. ثاني يوم خلاص هو راح العمل، راح يكمل واجباته، السياره اوريدي تخدمه وفيها شحن كبير. نعم. في نقطه انا بتكلم عنها سلطان. يعني ما ادري اذا لاحظتها انت بعد، اغلب يعني مثلا لو تروح شير بالاماكن العامه اللي توفر لك يعني شواحن الكهربائيه اماكنها، السيارات الكهربائيه تستغلها كموقف. هذه شو الحل مع المشكله هذه؟ حاليا في تعاون كبير بين الاداره العامه للمرور وايضا وزاره البلديه، لان وزاره البلديه شغالين على ايضا تطبيق ومنصه ايضا خاصه بحجز مواقف السيارات. نعم. في الدوله، فاحنا في تعاون معهم كبير بين المكتب الفني. طبعا احنا هم راح يديرون عمليه المواقف، احنا في كهرباء ندير عمليه الشحن فقط. نعم. لكن المواقف المخصصه حق الشحن احنا الحين على حسب خطتنا وتوزيعنا معاهم، وخلينا نقول الاتفاقيات اللي صارت معاهم، ان
افضل المواقف هذه تكون قريبه من مداخل اي مدخل مثلا مجمع تسويقي او اي مول او اي فندق يكون فيها المواقف قريبه، فالواحد لو يشحن ما ياخذ المفروض موقف اكثر من ساعه واحده، بعد ما كمل الشحن المفروض يحرك سيارته عشان يخلي الموقف متوفر للغير. احنا دائما لما نركب شواحن في كهرباء نحاول نركبها بطريقه تكون تخدم اربع مواقف، موقفين في الخلف، موقفين من الامام، وهي تكون في الوسط، بحيث اربع مواقف صح، بحيث انه حتى لو صاحب سياره ما حرك سيارته ممكن توفر موقف البديل عنه. شاحن واحد؟ شاحن واحد اربع مواقف ممكن. إيه تشحن شاحن ولا شحنين؟ الشاحن يشحن لك سيارتين، لكن لو انت وفرتها في الوسط عند الشاحن يعني له لاينين. لاينين نعم، فانت لو وفرتها في موقف فيه في الخلف في الامام موقفين، فانت تخدم اربع سيارات، فلو صاحب السياره وقف فتره اطول هنا ممكن صاحب السياره مثلا يوجد موقف بديل وممكن يشحن السياره. اي صحيح. لين طبعا الحمد لله تصير فيه تشريعات، في لوائح تطلع بحيث ان الموقف هذا ما حد يقدر يشغله غير اكثر من ساعه بالكثير. نعم هذا يعني الله يعطيكم الصحه والعافيه، وهذا هو المفروض انه يكون في القانون، لان يعني هذه خدمة موجودة مجانية من كهرباء لأصحاب السيارات الكهربائية، تشحن سيارتك في المجمع، في اللؤلؤة، في مشيرب نفس ما ذكر أخوي جاسر، في 200 محطة عندك ببلاش مجانا. تمام، فأنت لا تستغلها بطريقة أنك تستغلها كموقف، اشحن واطلع علشان توفر الشحن لزميلك أو لغيرك أو لأي شخص جاي. تدري بعضهم ممكن نسى يشحن او صادته مشكله ومتجه يعني لهذه النقطه اللي يعبي فيها الكهرباء. راشد، نصيحه تقدمها لها القطر، لها السيارات الكهربائيه، تنصحهم للتحويل الى السيارات الكهربائيه؟ تفضل. ببدا بالمنصه اللي احنا سويناها، اتمنى من جميع اصحاب السيارات الكهربائيه ينزلون التطبيق ويستخدمونه، وتطبيق سهل وفيه اي فيدباك او تحدي يواجهه ممكن يكتبه في المنصه، بحيث انها تساعدنا حتى من عمليات التحسين. سيارات كهرباء في قطر على حسب ما شفت وعلى حسب ما جلست مع اصحاب السيارات الكهرباء في ازدياد طبعا، وفيه وكالات نفس ما قلت لك راح تفتح ان شاء الله قريب ان شاء الله. فاتمنى من الناس اللي هم يعانون من اللي عندهم خمس سيارات في البيت، وطبعا عمليه توفير الوقود يكلفهم بشكل كبير، ممكن يتحولون من الان الى سيارات كهربائيه. لو يوفرون سيارات كهربائيه بتشوفون استخدامها جدا سهل، ما فيها ساوند كثير، وهي السياره صديقه للبيئه، فهذه طبعا يعني رساله لهم ممكن يستخدمونها، والشواحن موجوده واحنا في خدمتهم ان شاء الله. نعم. الان ايضا نضيف على هذه النصيحه، هناك اشخاص يقولون لك وانت تبني البيت كلم كهرباء انها تخلي لك شاحن خارجي برا. لو نتكلم عن هذه عن هذا الشاحن وهو مخصص ايضا لكهرباء، او كيف يتم توفيرها، او كيف يتم يعني اليات طلبها؟ حاليا احنا نضع الاليات لخدمه هذه الفئه، بحيث انه مجرد ما انه يطلب يكون في شاحن عنده في البيت ممكن يقدم على طلب من كهرباء اسمه كي ام اس بي. هذه مر على عده ادارات يقومون بمراجعه الطلب، يشوفون اهم شيء عندنا ان حمل البيت او حمل الموقع اللي هو بيركب فيه الشاحن يوفي متطلبات الشحن، وممكن يكون في حمل زياده بحيث انه يقدر يحن سيارات كهربائيه طبعا فيها. نعم. لانها تدري ان هذه الشواحن شوي مواصفاتها شوي عاليه وفيها شحن سريع. نعم. فيطلب عليها مراجعه جهد نعم مراجعه من قبل كهرباء طلب يعني علشان نعم، لكن هذه احنا قاعد نشتغل الحين في الفتره الحاليه، وان شاء الله بيتم اعلان عنها قريبا ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا لتواجدك معنا المهندس راشد حسين الرحيمي، مدير اداره الترشيد وكفاءه الطاقه في كهرباء. بيض الله وجهكم. يا هلا مرحبا وشكرا. بيض الله وجهك يا راشد. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعد لمتابعة حلقة الليلة، ابقوا معنا.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد ونكمل ما تبقى من حلقه الليله. اقام جناح دوله الكويت المشارك في معرض اكسبو الدوحه للبستنه 2023 محاضره توعويه بعنوان الطيور في دوله الكويت، وتطرقت المحاضره الى حياه الطيور في الكويت وانواعها ومواسمها ومساراتها هجرتها، بالاضافه الى دورها في النظام البيئي والزراعي. يا جاسم. نعم يا سلطان، وللحديث عن هذه المحاضرة يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الدكتورة سارة محمد الدوسري، باحثة في علم الطيور والصوتيات البيئية من دولة الكويت الشقيقة. يا مرحبا ومسهلا دكتورة، حياك الله. أهلا وسهلا. في البداية عندك يا سلطان. لا والله أنا اللي بديت مع الضيف اللي قبل. في البداية نريد انطباعك عن معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023، وكيف كانت المشاهدات في هذه الزيارة؟ والله الحمد لله، يعني شفت الأجنحة اللي يعني جناح الكويت وجناح أجنحة الدول الباجية وايد كان حلو، الفكرة نفسها حلوة، وخاصة أنه يعني في دولة يعني في نظام بيئي يعني مشابه للكويت، وكذلك أنه يعني نظام بيئي صحراوي، دائما يعني ينظرون إلى الصحراء أنها نظام فقير، لكنه على العكس تماما، نظام بيئي متكامل يحتاج إلى الحماية، يحتاج إلى إعادة تأهيل، لكن لا يحتاج إلى أي تغيير يعني. ويعني وهذا شيء مهم إنه نعرف شلون نزرع الصحراء بحيث إنه ما نضرها ونستفيد منها بنفس الوقت. نعم. وما نخرب يعني التوازن البيئي اللي موجود. صحيح. جميل جدا دكتورة. يعني بالنسبة للشعار، حتى شعار الإكسبو اللي هو صحراء خضراء بيئة أفضل، يعني مثل ما ذكرتي انت ممكن يكون في تشابه في البيئه بيننا وبين دوله الكويت الشقيقه، ممكن ان هذا الامر يعني يساعد ايضا المنطقه بشكل عام لايجاد حلول لهذا التصحر. مساله التصحر حاليا هي اكبر عائق نواجهه في بيئتنا، لو نتكلم على هذه المساله. هو يعني مثل ما قلت انت التصحر، انا ودي استخدم يعني مصطلح التدهور، لان الصحراء مثل ما قلت لك ما هي مو شيء مو زين او شيء سيء. نحافظ على الصحراء مثل ما هي. الصحراء يعني مثل ما قلت لك تقدر انها تقوم بنفسها، اجدادنا عاشوا فيها وصلوها لنا يعني بيئه غنيه. لكن اللي صار انه يعني تمدد الحركه المدنيه بدا ياثر على النظام البيئي، بدينا نفقد عناصر من البيئه. فدراستها يعني سبل إعادة التأهيل مالت الصحراء والاستفادة المستدامة، إن إحنا نزرع نوسع العمران، وكذلك نعيد يعني تواجد الأنواع اللي هي أصلاً كانت عايشة في يعني بيئتنا، خاصة النباتات هي متأقلمة مع أجواءنا. يعني حتى إذا مثلا حاشتنا فترة جفاف، هذه النباتات تقدر تعيش على القليل من الماء، عكس الأشياء اللي احنا نستجلبها واحنا نزرعها. فالمحافظة عليها معناته المحافظة على حياتنا. أيضا البيئة الصحراوية يعني مهمة بالنسبة لنا احنا في دول الخليج أيضا، وأيضا مهمة للقوارض. يعني عندنا احنا هناك بيئة، يعني عندنا قوارض يعني عايشة في هذه البر، يعني وعندنا الحلال اللي عايش على على هذه البيئة الصحراوية، والذي لا يقبل لا يعيش في هذه البيئة الصحراوية. دكتورة سارة، يعني اليوم كانت عندكم محاضرة بعنوان الطيور في دولة الكويت، خلينا نتكلم عن مضمونها ونتكلم إلى ماذا تطرقت إليه. طبعا اليوم محاضرتنا تكلمت أنا عن الطيور بشكل عام، وخاصة في الكويت وفي منطقة الخليج. طبعا الكويت تعتبر منطقة غنية بأنواع الطيور. نعم. على الرغم من مساحتها صغيرة، وكذلك قطر، أنا شفت تقريبا نفس أنواع الطيور يعني متشابهة بين الكويت. نعم. وقطر. صحيح. إحنا يعني تمر علينا ثلاث مسارات للهجرة مهمة، من أوروبا للهند وباكستان. نعم. وكذلك من أواسط آسيا، وممكن تروح حق بعد أفريقيا، ومن الشمال يعني المتجمد إلى هم بعد إلى الهند وباكستان أو إلى أفريقيا. فهذه المسارات هي اللي يعني حركة الهجرة هذه هي اللي زادت أنواع عندنا.
طبعا اذا كان الطير مهاجر هو معناته يعني جزء من البيئه. نعم. لان الطير بطبيعته دائما يعني يقضي فترات من حياته في اكثر من مكان. صح. نعم. في الهجره الربيعيه اللي هو يعني اول شيء الهجره الخريفيه من مكان تكاثره من مواكب تواجده يعني في الشمال يعني يعني اماكن بارده فهو يقضي الشتاء في عندنا يعني اللي هو يكون شتاء يعني اكثر تحملا له. نعم. بعدين الهجره الربيعيه اللي من اماكن اللي يقضي فيها الشتاء الى اماكن التكاثر مالته. نعم ما شاء الله تبارك. احنا راح ندخل باذن الله في التفاصيل اكثر دكتوره، ولكن ننتقل مع المشاهدين حاليا الى نديبه قناه الريان حنان بلان المتواجده بحديقه البدع. الكلمه عندك الزميله حنان وتفضلي. رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية من معرض إكسبو، بالتحديد أنا كنت وياكم في فلسطين لكن الحين أنا في الجناح اليمني. ما شاء الله تدرون مشاهدينا شنو أحلى شيء في إكسبو، أن أنتم قاعد تسافرون من دولة لدولة وأنتم في مكان واحد تتعرفون على عاداتهم ثقافاتهم وحتى التراث وحتى بعد ما ننسى البيئة والطبيعة اللي موجودة في دولة اليمن. يعطيك ألف عافية، عرفنا عنك يوسف العزاز. تعرفنا شوي على أنواع العسل اليمني؟ ان شاء الله باذن الله. اهلا وسهلا. اول انا نشكر قناه الريان على التغطيه الجميله هذه في اكسبو 23. انواع العسل كثيره بالنسبه لليمن، ومن اشهرها انواع السدر، ويمتاز السدر الجبلي بخاصيه فريده ما شاء الله في الصحه والجمال وكل شيء ما شاء الله، اضافه الى انواع اخرى اللي هي السمر والمراعي. و احنا نشوف اكثر شيء عندكم العسل اليمني او السدر او العسل الجبلي او غيره، شنو اكثر شيء يعني تعرف مع حين دخول البرد والانفلونزا شنو اقوى مضاد حيوي من انواع العسل؟ هو اكيد بيكون السدر، خاصيه السدر هي تقويه المناعه بشكل عام، وبرضه العسل هو بشكل عام دواء، ولكن السدر خاصيه فريده اللي بتقويه المناعه ولا كذلك بتقوية الجهاز المناعي بشكل فريد جدا. أما بالنسبة للعسل السمر يمتاز للكحة والبلغم أمراض الصدر والمعدة لأنه بارد مو حار. أخوي شلون شفت تفاعل الجمهور معك اليوم في إكسبو؟ أنا يعني حسيت يوم زرتك هني في المعرض أشوف ما شاء الله حتى الجمهور حاب يتذوق الأنواع ويصيدهم نفس الفضول، يعني لأن ما شاء الله أهل اليمن معروفين في العسل. الله يبارك. نعم طبعا كلهم ما شاء الله اول من ذوق الناس اللي يتوافدوا سبحان الله يعقبوا بالعسل السدر، حقيقه يتميز بلذه غريبه جدا وفريده، لذا ينحب العسل حقيقه يعني. وكل من يذوق العسل الفريد اللي هو اللذيذ الممتاز الجوده العاليه ما ينسى مذاقه ابدا، يظل في ذاكره التاريخ في قلبه. نعم يعطيك العافيه وعساك على القوه، ربي يوفقكم ان شاء الله. مشاهدينا اكيد جولتنا بعد مستمره في الجناح اليمني، وقلت لكم ما راح تتملون هني، تقدرون تروحون من دولة لدولة من جناح إلى جناح تتعرفون على عاداتهم وتقاليدهم وحتى العسل وحتى الأكل. الأجواء حلوة هني في إكسبو صراحة، وتدفوا أهم شيء ترى برد. خلونا ندش البوث اليمني مع بعض، يلا بسم الله. أوكي جاهزين مشاهدينا؟ يلا بسم الله. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله عرفنا عنك، تفضل عرفنا عنك. ياسر المقطري، اهلا وسهلا. ما شاء الله انت لابس اللبس اليمني. هون اليمني. نعم بالضبط. اعرفكم على اليمن. اليمن هنا تشارك في الاكسبو الدوحه 2023، بمحورها الرئيسي في المشاركه قوه التنوع. عندنا قوه التنوع في الزراعي والبيئي والثقافي، وشاركنا هنا في معانا منتجات الزراعيه، اهم منتجات الزراعيه اللي شاركنا فيها في المعرض اكسبو. عندنا البن والعسل، من الجانب البيئي شجره دم الاخوين وهي اندر من الاشجار في العالم تنمو في شجازات سقطرى، والجانب الثقافي والجانب ايضا المعماري. ونشكر استضافه دوله اليمن في الاكسبو. أخوي أنا أشوف هني عندنا أنواع الحنة والسدر، تعرف إحنا بعد نعم بالضبط زي ما قلت لك، عندنا البن والعسل، عندنا الحنة، عندنا الكتم، عندنا السدر،
عندنا منتجات زراعية أخرى مثل العنب، عندنا الفل، عندنا الياسمين، عندنا كمان. نتكلم بعد قبل الهوى عن حتى التراث اليمن من ناحية حتى اللبس، يعني أنت ما شاء الله لابس لنا اللبس التقليدي، لو نتكلم شوي بعد اللبس التقليدي للنساء. عندنا مشغولات يدوية للنساء مثل الحلي اللي هي من الفضة، هذه اللي تشوفها أمامكم الآن، هذه الأشياء هذا كلها مشغولات يدوية خاصة النساء، العقود السلوس خاصة في الملابس الشعبية كلها هاند ميد، يعني شغل باليد، شغل يدوي. نعم بالضبط. عندنا أيضا حجار كريمة برضو شغل يدوي مثل العقيق، العقيق اليمني وهو مشهور معروف. تفضل. العقيق اليمني هو تقصد الخاتم اللي عليه الحجر؟ نعم العقيق اليمني هذا هو. شنو فوائد العقيق اليمني؟ اليمن مشهورة بالعقيق اليمني. هذا العقيق اليمني. شنو الأنواع من الأحجار؟ يعني نشوف هني الألوان تكون مختلفة أو الأشكال تكون مختلفة؟ مسميات مختلفة، في الصافي وفي سليماني وأنواع أسماء مختلفة. هذا العسل. العسل اليمني طبعاً الطبيعي 100% ها، بدون أي إضافات سكر ألوان بدون أي. العسل اليمني أصلي 100% الحمد لله. والصدر للشعر. عندنا العسل الملكي اللي هو يسموه الجبلي، وعندنا العسل السدر، وعندنا عسل السمر. بالضبط. وعندنا ايضا نبتة المر. المرة احنا نسميها. نعم. للبشرة اكيد مع الماي الورد استخدامات العلاجات الاخرى. بالضبط. للبشرة مع الماي الورد صح؟ ونرش نبخه، بس نقدر احنا بعد نشربه؟ نعم بالضبط. نتعامل معاه نفس البان؟ لانها طعمها مريض بدون مضغ. انا من مساء على بالي انه هو البان. هو شويكم شابه بعد. عندنا اللبن السقطري. طيب. تفضل. نعم. عندنا أيضا. ما شاء الله. هذا اللبن السقطري. أيوة. شو الفرق بينهم؟ اللبن في عدة استخدامات، في مثل البخور، تصور البخور يدخل في صناعة العطور أيضا. بالضبط. نعم بالضبط. نتعرف على هالشيء بعد. هذا الصبار السقطري. هذا منتج الصبار، ركز هنا، هذا صبار سقطري من الشجرة نفسها. نعم شجر صبار يحفظ في جلد ماعز عشان يحفظ لأكبر وقت ممكن. بالضبط. هذا منتج دم الأخوين، ركز عليه. هاي المادة هي اللي تطلع من جزيئة دم الأخوين. نعم من جزيئة سقطرة. أنت قلت لي قبل الهواء أنه بعد تستخدم في الدواء. تستخدم الآن في صناعة الأدوية. نعم يعطيك العافية، ما قصرت أخوي على هذه الجولة المفيدة. مشاهدينا مثل ما قلت لكم تقدرون تزورون إكسبو، تتعرفون بعد عن كل الأنواع اللي موجودة في الجناح اليمني. مشاهدينا هذا كل اللي كان عندي، خلونا الحين نرجع لكم الاستديو. شكرا جزيلا للزميلة حنان على هذه التغطية من حديقة البدع، ونعود إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة سارة محمد دوسري، باحثة في علم الطيور والصوتيات البيئية من دولة الكويت الشقيقة. يا مرحبا مسلم مرة ثانية. سلطان عندك سؤال؟ تفضل. المحاور اللي احنا تكلمنا عن المحاضره، والحين عندنا محاور المحاضره في هي كيفيه دراسه سلوك الطير. نريد المزيد من هذا الجانب دكتوره ساره، يعني لو تنفعين فيها تنفعين وتنفعين فيها ايضا مشاهدينا الكرام. هو مهم جدا دراسه يعني المجتمعات للطيور في اي بيئه، وكذلك دراسه سلوكياتها. للطيور عندها وايد اشياء تبي تعلمنا فيها، ممكن احنا نستفيد منها، فيجب ان نكون احنا دقيقين في مراقبتها. اي تغير في سلوكياتها معناته في تغير في البيئه. كذلك حتى اصواتها واستخدام اصواتها هم لها معنى. هل تتساوى بالسلوك ام متغيرات سلوك الطيور؟ طبعا كل يعني طير كل نوع له سلوك معين. نعم. في يعني انواع اجريسيف يعني ممكن تهاجم. في انواع طفيليه. حتى بين النوع نفسه الافراد نفسها هم تختلف سلوكياتها. أي. يعني تعاملت مع نوع واحد من الطيور مثل يعني في اللي هو يعني
أثناء دراستي في أمريكا يعني كنت أمسك الطير نفس النوع أيوة. اللي هو الشيكاديز أيوة. يعني بعضهم بس أمسكهم يعني كنت أنا أدرس عليهم أخذ وزنهم يعني بعضهم يكون وايد هادي عندي بعضهم وايد يكون يعني حركي. وبعضهم حتى لما أهدى يبي يمسكني يعني إيه؟ فنفس يعني إنهم شخصيات مختلفة يعني نفس يعني كل طير كل نوع المجموعة نفسها سبحان الله نفس البشر في اللي هو الفرد المتسيد وفي الفرد التابع حق الذكر في الذكر المتسيد في الأنثى المتسيدة في أنثى تابع وفي ذكر تابع المتسيد اللي هو أول واحد إذا ندرس سلوكياتهم أول واحد اللي يقترب من الأكل إذا حطينا أكل هو أول واحد يروح يأكل بعدين التابعين يعني يروحون وراء إذا كان في خطر التابع هو اللي يروح قبل يعني قبل المتسيد فهذه يعني حتى داخل النوع نفسه في اختلاف في سلوكياتهم في يعني الـ يعني التواصل بينهم هم مختلف في يعني في نوع يعني المتسيد هو بس اللي يتكلم هو اللي يطلع النداء والباجين يتبعونه نعم جميل جدا طبعا ايضا غير سلوكيات الطيور ودنا نتحدث عن ابرز هجرات الطيور في الخليج يعني مثل ما ذكرتي قبل شوي في طيور متشابهه عندنا وايضا في دوله الكويت فبالنسبه للخليج بشكل عام شنو هي ابرز الطيور المهاجره في عندنا يعني الطيور الجارحه الصقر والعقاب عقاب السهول انواع المالك الحزين هي الطيور الساحليه في عندنا طائر الحنكور اللي هو اكل السرطان يعني يتكاثر بالكويت وينزل على يعني ساحل الخليج كله لين يوصل لعمان في الطيور المغردة في آكل النحل في أنواع من أيضا النوارس أبو ملعقة الفلامينجو هم بعد تلاقي متواجد على طول الخليج أي ساحل الخليجي في الكثير من الطيور سواء يعني الطيور المغردة الصغيرة أو الطيور الكبيرة. الساحلية الكبيرة نعم زين دكتورة سارة أنت ما شاء الله عليك متخصصة في علم الطيور وعلم الصوتيات البيئية أي نعم زين احنا بنتعرف على هذا المجال هو هذا العلم يعني تقريبا في بداياته أيوة اللي هو يستخدم الصوت ك يعني يدرس الصوت كعامل بيئي مفصل يعني نسجل أصوات البيئة وندرسها أو نحلل هذه الملفات تعطينا مؤشر عن التنوع الأنواع اللي موجودة وكذلك التغير في البيئة نفسها وكذلك يعني تعرف يعني متى يكثر عندك النشاط الصوتي ومتى يقل وكذلك سلوكياتها يعني خلال فترة الحياة للطير يستخدم الصوت يعني استخدامات مختلفة عندنا نوعين يعني الطيور تعطيك نوعين من أنواع الأصوات النوع الأول اللي هو الأغنية والنوع الثاني اللي هو النداء الأغنية اللي تعرف يتعرف تعتبر لغة تواصل أي لغة تواصل إنه يعرف إن هذا نفس نوعه موجود في صحيح. المكان النوع الثاني النداء اللي هو فيه له أكثر من نوع النداء اللي يعني وقت الطيران يطلعون نوع من أنواع النداءات على أساس يعرفون مكانهم وهم طايرين في نداء التحذير وفي نداء يعني لما يصير فيه خطر في نوعين من النداءات يا النداء اللي هو الموبينج كول أو التعصب تجمع إنه إذا كان الخطر ممكن يقدرون عليه فهم ينادون بعض في هذا النداء إنه نتجمع مع بعض ونطرد هذا الخطر أو الثاني إذا كان الخطر كبير عليهم فتحذير يعني ودراستكم نطلع. تصب في فهم هذه الصوتيات إيه نعم ما شاء الله تبارك الله يعني دكتور أنا بعد بغيت أسأل يعني لو تعطينا على السريع بما أن الوقت بدأ يداهمنا شوي شن هي أهم الاكتشافات أو خلنا نقول في دراسة لغة الطيور وفائدتها في معرفة مش سلوك الطيور يعني خلنا نقول لو نتعرف على أسرار وعجائب عالم الطيور من خلال هذه الصوتيات مثلا مثل ما قلت لك يعني النداء مثلا التحذير كل ما يعني طال يحس بالخطر اي كل ما يعني طال معناتها
بدأ يقرب، كل ما طال يعني فترة النداء كل ما قرب الخطر، وكذلك حدة الصوت تبين لك حتى في الفرق هذا ممكن تلاحظون اختلاف يعني. ممكن تسمعه وممكن حتى بتشوفه بصورة الجراف مثلا. عندنا جراف او سبكتروغرام اللي هو تشوف شكله او شكل بصمة الصوت. تقدر تعرف، عندنا برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي تحلل الملفات الصوتية وتترجم. الترجم سبحان الله، ما شاء الله. ما شاء الله، ان تعرف هذا النداء يعني معناته موجود عندنا هذا النوع في الملف الصوتي هذا، وكذلك هو شنو قاعد يقول. نعم. يعني نعم دكتوره، نحاول احنا نفهم سلوكه. للاسف للاسف احنا الوقت داهمنا دكتوره. شكرا على تواجدك معنا الدكتوره ساره محمد دوسري، باحثه في علم الطيور والصوتيات البيئيه من دوله الكويت الشقيقه. يا مرحبا، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، والى هنا وصلنا الى ختام حلقه الليله. طمان الله.